دلوقتي معانا المهندس مايكل وهيب، سيكيورتي اكسبرت. خير، انا اسمي مايكل وهيب، سيكيورتي اكسبرت. لاست 10 ييرز اشتغلت في بانكينج وتيليكو اندستري وسوفت وير هاوسز. النهارده هتكلم عن الريسك بيزد ابروتشز في الانفراستراكشر كومبلاينس. زي ما دكتور شريف اتكلم على ايكويفاكس بريتش، زي ما انتم عارفين ايكويفاكس از كريدت بيرو في يو اس اي. during سبتمبر اللي فات دوت ايكويفاكس اعلنت عن بريتش حصل ليها. البريتش ده امباكتد، حصل ليكج ل 143 مليون كاستمر ريكورد. انتوا متخيلين الكم قد ايه؟ 143 مليون، ده اكتر من البوبوليشن بتاع جمهوريه مصر العربيه. يعني تخيل ان الداتابيز بتاعت كل المواطنين في مصر ليكت بره، فامباكت كبير طبعا جدا. ده ادى الى ان اللي يحصل ليهم ماركت شير لوسز. الماركت شير لوسز دي وصلت ان هو كان الشير برايس بتاعهم من 145 نزل 92، يعني اولموست 35% ديكريز في الماركت شير برايس. تمام، والفاينانشال لوسز كانت 3.5 بليون دولار، which is برضو a huge value. يعني ايكويفاكس لما بداوا يعملوا انفستيجيشن لقوا ان البريتش بدا في ماي، تمام، وفضل شغال تيل جولاي. خدوا 141 يوم عشان يديتكتوا ان في بريتش اصلا. يعني الاورجانيزيشن فضلت شغاله نورمالي والبريتش اون جوينج جوه الاورجانيزيشن. تمام، بعد 141 يوم، يعني اولموست شهرين ونص، اكتشفوا ان في بريتش. طبعا حصل ان قبل ما يعلنوا البريتش الشير هولدرز باعوا، في بعض الناس باعوا الاسهم بتاعتها والسيز ومشي، وحصل حاجات زي كده غريبه. الغريب في الموضوع اللي عايز هايلايته يعني في البريتش ده، ان البي سي اي سيرتيفيكت بتاعه ايكويفاكس كانت فاليد ديورينج البريتش. البي سي اي سيرتيفيكت فاليديتي كانت هات اند في اوجست 2017، which is حاجه غريبه. تاني بريتش اتكلم عليه كان في تارجت كورب، وده برضو وان اوف ذا بيجست ريتيلر في يو اس اي. في 2013 نوفمبر اناونسد ان في بريتش، تمام، بي امباكت 70 مليون كاستمر ريكورد، رقم كبير، وبي امباكت 40 مليون كريدت كارد ريكورد. والكريدت كارد ريكورد اللي حصل لها ليكج دي كان من ضمنها السي سي في والاكسبيريشن ديت بتاعه الكريدت كارد. ما كانتش بس كريدت كارد نمبرز، كانت كل الداتا بيز بتاعت الكريدت كاردز، which برضو a huge breach، كلفهم 18.5 مليون دولار. طبعا حصل investigation من ال US Justice Department، لان في امريكا في regulations بتريجليت المواضيع البريتشز دي. تارجت كورب كان قبل ما يحصل لها البريتش ده بشهرين كانت PCI validated. تمام، هنتكلم النهارده ايه هي الكومبلاينس. تمام، ليه الكومبلاينس بتفيل؟ يعني ليه دايما بيبقى الناس كومبلاينت وبيحصل فيلير او بيحصل عندها بريتش؟ طب ازاي نبقى نعمل افكتيف، ايه اللي نعمله تو بي افكتيفلي كومبلاينت؟ الكومبلاينت اتس ا بيست براكتس في ديفرنت اندستري. هدف الكومبلاينس ان هي تحمي الاورجانيزيشن من البريتشز وتقول لهم هاو to improve the security level بتاع ال organization. We in case ان انا بقيت non compliant بدفع fees، او في ممكن يبقى في fines او legal implication عليا. تمام، طبعا كل requirement هي intended ل industry معينه. في حاجات لل health industry requirements او regulation، في لل payment، في لل education، في different sectors. هنجو كده سريعا ايه ال different types of compliance وايه الموتيف behind ال different compliances دي. Sarbanes Oxley compliance ديت بدأت في ال early اوائل الالفينات، يعني نتيجة شركة كان اسمها Aaron، شركة gas and oil.
الشركة دي كانت من الشركات البومينج جدا في أمريكا يعني، وكانت بتبوست الاقتصاد الأمريكي، كانت من أكبر شركات الجاز والإلكتريسيتي والكوميونيكيشن يعني في أمريكا. بعد كده بدأ إن الحكومة الأمريكية تعمل دي ريجليشن، يعني تشيل بعض القواعد من على الأويل أند جاز إندستري عشان تقلو الكومبيتيشن في الفيلد ده. حصل ان انرون بدات تتلاعب في الريبورتس، فبدات تبامب ايرننجز جوه الريبورتس اللي بتديها للشير هولدرز، فبدا سعر الشركه على الورق يزيد. هاويفر هي في الحقيقه دي كلها ارقام، يعني حصل كايند اوف فرود يعني. بعد كده بدا الناس اللي في الشركه تبيع الاسهم بتاعتها، والشركه اعلنت البانكربسي بتاعتها في 2001، ما كانش في اصول اصلا للشركه يعني. من هنا جه سيرفانت اوكسلي عملوا اكت، ومن الاكت دي طلعوا السيرفانت اوكسلي ستاندردز يعني، تمام، وبيتطبق على اي شركه ريجسترد في الايكويتي ديب سكيورتي في اليو اس سكيورتي اكسشينج، او اي اكاونتنج فيرم بتبروفايد فاينانشال سيرفيس للشركات المذكوره دي. تاني ستاندر هو برضو ريليتد للبيمنت اندستري، هو البي سي اي بيمنت كارد اندستري داتا سكيورتي ستاندر. ده برضو بدا في اواخر اوائل التسعينات، بدا الكريدت كاردز تبقى يعني وايدلي يوزد في النتيجه للسهوله بتاعتها. بدا يحصل بعض الفرود يعني كيسز، وصلت ل 750 مليون، ادت ل 750 مليون لوسز لماستر وفيزا. فبداوا يفكروا في حل المشكله دي، بداوا يطلعوا بالبي سي اي ستاندر، تمام. بدات الاول فيزا تعمل، هي اللي بدات في الستاندر ده، وبدات تشتغل على سولوشن يحل المشكله، وبدات فعلا في 2001 تطلع ستاندر. بعد كده ماستر وامريكان اكسبرس وديسكفر بداوا يفولو نفس الموضوع ده، وبداوا يعملوا زير اون ستاندر، تمام. بداوا في 2004 هم كلهم يجتمعوا ويعملوا زي بورد كده ويطلعوا وان ستاندر اللي هو البيمنت جارد اندستري. طبعا هدف البي سي اي ان هو يساعد ينشور ان الكاردز داتا ار سكيورد عند الميرشنت وعند الكارد بروسيسور وفي ديورنج اللايف سايكل يعني. اللي لازم يكومبلاي بالبي سي اي كومبلاينس يعني اي حد بيستور او بروسيس او ترانسميت ريكوردز ريليتد للكريدت كاردز. سويفت سكيورتي بروجرام، طبعا ليتلي في لاست فبراير 2016 سمعنا كلنا على السويفت اتاك اللي حصل في بنجلاديش بنك، اللي ادى لوسز 81 مليون دولار. والحقيقه ده ما كانش الاتاك الوحيد اللي حصل على سويفت، it followed by another bank، بس سويفت didn't announce البنك ده كان بنك A، it was followed by other حوالي خمس أو ست بنوك، بس سويفت برضو didn't announce البنوك دي A علشان السمعة يعني بتاعت البنوك ديت. سويفت عملت investigation في الكيس ولقت فعلا ان في مالوير، المالوير ده بيتارجت يوزرز وبيبدا يسيميليت بي انترسبت اليوزر كريدنشال، ويبدا يسيميليت ترانزاكشنز اون بيهاف اوف اليوزر ده، ويمسح التريسز اللي عملها، تمام، وبعتوا الفلوس دي لاعتقد كازينوز بره عشان ما فيش عليها فاينانشال اوديت او حاجه زي كده يعني. طيب من هنا بدات سويفت عايزه تبروتكت الكاستمرز بتوعها، فبدات تطلع سكيورتي ستاندرد، تمام، وتعمل سكيورتي فريم ورك، وكل البنوك اجبرت كل البنوك اللي هي تديل مع السويفت انها تبقى ابايدنج للستاندرد ده. فمن الواضح ان كل الستاندرد دي ستاندردز كويسه، بيست براكتس، ليها هدف كويس قوي انها تكومبلاي الاورجانيزيشن للسكيورتي براكتس. بس ليه الكومبلاينس بتفيل؟ از ات ان ايشو اوف كومبلاينس ولا ايشو اوف امبلمنتيشن؟ محتاج اسمع من حضراتكم كده بقى ايه وجهه نظركم. اسباب الفيلير اوف كومبلاينس، الناس فاليديتد وكومبلاينت واخده سيرتيفيكتس في نفس الوقت بيحصل لها بريتش، طب الناس هتعمل ايه تاني؟ حد عنده اي تفسير لحاجه زي كده او يقدر يشارك بالراي؟
تمام. فاحنا بنقول ان مفيش 100% سيكيورتي، احنا بنريديوس الريسك، بس هدف الكومبلاينس مش ان هي تحميني، يعني الكومبلاينس از ا بيست براكتس ليا. سبوزيتلي لو انا طبقت الكومبلاينس دي يبقى عندي كومفورت ليفل ان انا بروتكتد، بس which is not the case. ليه بقى؟ اسباب اخرى برضو غير ان ان مفيش حاجه 100% سيكيور. احدث واغير الكومبلاينس ميثودز بتاعتي عشان تبقى كومباتبل مع التكنيكس الجديده بتاعت البريتشنج. تمام. وده حقيقي فعلا، لان البريتشز كل يوم بتتطور. لو فضلت انا واقف في مكاني، لو السيستم بتاعي النهارده سكيور هو بكره ما بقاش سكيور. حد ليه راي تاني؟ اتفضل. بصينا على تارجت بريتش. تارجت بريتش حصل لان شركه ريفريجيريتر خارجيه عملت كونكشن على النتورك بتاعت المين نتورك، نوت ان ايزوليتد نتورك ويذين تارجت، ومن خلالها الاتاكرز كانوا اوريدي كومبرومايز الشركه بتاعت الريفريجيريتر ودخل على التارجت سيستم وبدا يزرع اللي هو المال وير ويذين ذا اللي هو البي او اس سيستم بتاع تارجت. فهي لو كان حصل ongoing implementation والcompliance بتاعت ان البي سي اي طبقت على الشركه الخارجيه، كان مثلا البريتش بتاع تارجت كان وقف. نفس الفكره في ايكويفاكس. ايكويفاكس البريتش حصل بسبب vulnerability في اباتشي اللي هي ظهرت من تقريبا كان في جانيوري فيبراير وعمل الريليس للابديت، بس ايكويفاكس ما نزلوش الابديتس. البريتش حصل في مارش. لو كان في continuous monitoring و patch cycle صح، كان الموضوع ده وقف او اكتشفوه من بدري. ميرسي جدا. حد يحب يشارك براي تاني؟ اتفضل. هي كل الفريمووركس اكشلي بتعتمد على المنظومه بتاعه الثري اليمنتس اللي هي بيبل وبروسيس اند تكنولوجي. اي ويك بوينت في اي واحده من الاليمنتس في البيبل او البروسيس او التكنولوجي مايت اند اب ان ا بريتش، بلس ذا فاكت انه وير اولويز وركينج ان ا تشينجينج انفايرمنت. فاكشلي كومبلاينس is a status at a certain point in time. Where we are today, that depends on whether we have any changes in the environment, changes in the process, changes in the people, and changes in the technology. مرسي جدا. فعلا it's a valid point in اي weakness في الchain PPT people technology process هتأدي لbreach. بلس فعلا الكومبلاينس ديورينج وقت الكومبلاينس بس هو ده الوقت اللي بيضمن لي ان انا سكيور، قبلها وبعدها مش مضمون. طيب هنستعرض كده سريعا كل الاسباب اللي حضرتك قلتوها ليه الكومبلاينس بتفيل. لان الكومبلاينس احيانا بتبقى مانديت ريزر ميتنج اتس سكيورتي اوبجكتيف، يعني انا عندي مانديت او ريجوليشن او قانون بتقول لي ان انا لازم ابقى بي سي اي كومبلاينت، لازم ابقى سوكس كومبلاينت، لازم ابقى هيبا كومبلاينت. فبالتالي بقت عبارة عن مانديت ان انا لازم اكمبلاي مش اوبشنال، لكن مش دايما بحط في دماغي ان انا I should meet the security objective of this compliance. فبقت الكمبلاينس عبارة عن تشيك ليست، يعني بقيت انا بعمل documentation وبملأ تشيك ليست. تمام. وبفتكر ان انا لما عملت كده I met الكمبلاينس وبقيت تمام compliant والدنيا زي الفل. الاورجانيزيشن برضو بقت تحاول عايزه تتجنب الفاينز والليجال امبليكيشن الاسوشيتد ديو تو لاك اوف كومبلاينس. يعني احد الاهداف ان انا مش عايز تجي لي فاينز ان انا مش كومبلاينت بي سي اي، او تجي لي فاينز ان انا مش كومبلاينت سوكس، او تضيع مني بزنس اوبورتيونيتي نتيجه ان انا مش كومبلاينت. ف
فبقى الموضوع more related into يعني ان انا بتراي افويد الامبليكيشن مش بتراي انهانس السكيورتي بوستر. however الجول اصلا بتاع الكومبلاينس ان انا انهانس السكيورتي بوستر. احد الاسباب المهمه جدا برضو ان الكومبلاينس بتفيل ان اورجانيزيشن كتير بتقع في الفخ ان هي تالوكيت مور ريسورسز في بريفنتيف كنترول ديس ريجاردنج الديتكتيف كنترول. تمام. فبالتالي انا عندي كل البريفنتيف كنترول بقى من فاير وولز الاي بي اسز الانتي فايروس, بس ما عنديش حاجه بتمونيتور لو حصل لي بريتش. وده اللي حصل في ايكويفاكس ان البريتش كان ديتكتد بعد 2.5 months لان ما فيش enough detective controls تنبهني ان في breach دلوقتي فابدا اكت عليه واوقفه. احد برضو الحاجات ان ما عنديش effective control testing, يعني انا بحط controls تمام باسيوم ان الكنترولز دي قفلت كل الجابس اللي عندي والدنيا تمام. however مش بتست الكنترول ده is it effective ولا لا, هل هو شغال ولا لا, هل لي work around ولا لا. احيانا برضو بيبقى عندي جاب وما اقدرش احط دايركت كنترول فبحط كومبنسيتنج كنترول, واكشلي كومبنسيتنج كنترول ده نوت ريليتد للجاب اصلا او حاجه بعملها عشان تدوكيمنت. لكن هل الجاب اتقفلت فعلا, هل عندي ابروبريت كنترول تيستينج ولا لا, ما بيبقاش دايما مضمون. احد برضو البوينتس اللي بتخلي الكومبلاينس فيل ان انا ما عنديش بروبر سكوبينج للسكيورتي بروجرام بتاعي تمام, فبحط سمول تو سمول سكوب تمام, ويبقى في عندي حاجه اوت اوف سكوب هي اللي فيها الايشو ويحصل لاترال موفمنت من السيرفر او اللي انا حاطه اوت اوف سكوب ده على الحاجات الان سكوب. او انا مش عارف الداتا كريتيكال بتاعتي فين اصلا او مش عامل انفنتورينج صح تمام, فيحصل ان انا اميس كريتيكال سيستم عليه كريتيكال داتا, يحصل اتاك فالسيستم ده يحصل لي بريتش ديو تو ان انا ما خدتش الوقت الكافي في البروبر سكوبينج بتاع الانفورميشن سيكيورتي بروجرام بتاعي. احد الاسباب برضو ان احيانا بنفوكس على التكنولوجي سولوشن اكويزيشن اونلي, يعني تلاقي اورجانيزيشن مركزه يلا يا جماعه عايزين امبلمنت هنجيب فاير وولز هنجيب اي بي اس هنجيب انتي فايروس. اكشلي السكيورتي از نوت اباوت تكنيكال سولوشن اكويزيشنز اونلي, زي ما حضرتك قلت السكيورتي از ا بيبل بروسيس اند تكنولوجي. لو انا عملت التكنولوجي بس وما عنديش ا بروبر vulnerability and the patching process يبقى انا التكنولوجي دي ما افدتنيش في حاجه. وده اللي حصل في الكيس بتاعه ايكويفاكس ان هو كان عنده vulnerability مش patched in a timely manner ادت ان يحصل البريتش. however هو كان عنده اكيد enough technology to protect, يعني هو اكيد كان عنده firewalls كان عنده IPSs و IDSs وعنده كل التكنيكال واكيد كان عنده ساند بوكسنج, عنده كل السولوشنز التكنيكال اللي تخليه مفروض عنده كومفورت ليفل اللي هو ما يحصلوش اتاك. however السكيورتي سولوشنز دي ما حمتوش من الاتاك. احد برضو الاسباب المهمه اللي حضرتك ذكرتها ان دايما بنحط الايفورتس بتاعه السكيورتي في الانيوال اسسمنت قبل السيرتيفيكيشن, يعني نيجي نبقى طول السنه رايحين ما عندناش اون جوينج بروسيس, قبل السيرتيفيكيشن نقفل كل الفولنربيليتيز ونظبط. طب ما طول السنه ده انا عندي اوبن ويندو اوف بريتش واتاك, فا اتس نوت ا كونتينوس بروسيس اتس ا سناب شوت. يعني انا الاوديت جاي لي شهر 12 هبدا من شهر 11 اسدف ورقي فتبقى الدنيا تمام تمام, لكن ديورينج السنه كلها مش هيحصل ان في ongoing يعني ongoing security program. طيب هنتكلم سريعا كده ازاي نبقى effectively compliant. تمام. اول حاجه لازم نعمل proper scoping نestimate ال proper risk level, نعمل له estimation بشكل مظبوط. لازم نعمل prioritization للsecurity controls, يعني انا طلع عندي ان انا بعد ما عملت gap assessment 200 control هعمل ايه الاول وايه اللي بعده وايه اللي بعده, لازم ندي priority. لازم نعمل proper testing control و monitoring capabilities, يعني ما اكتفيش ان انا يبقى عندي just control implementation, لازم عندي control testing ولازم ن maintain ongoing process, it's an ongoing cycle it's not once. طيب
ازاي نعمل بروبر سكوبينج. الهدف السكوبينج ان هو يعرفني او انا لازم اكون في الاول عارف ايه الانفورميشن اللي انا محتاج احميها بغض النظر الانفورميشن دي موجوده فين او ترانسميتد على ويتش نتورك على الكلاود ولا عندي عند فيندر او عند ثيرد بارتي ولا اون بريمس سبوكن ولا بيبر تايب ولا الكترونيك وات ايفر تايب الانفورميشن اللي انا عايز احميها. تمام لازم ايدنتيفايد ومهما كان مكانها او هي مع مين اتس ماي ريسبونسابيلتي تو بروتكت ات. اكشلي في تو ابروتشز لي علشان اعمل السكوبينج احاول ابقى يعني مور براكتيكال. في البوتوم اب ابروتش والتوب داون ابروتش. بوتوم اب ان انا بينفع دايما في الاورجنايزيشنز الصغيره مش الكبيره قوي. البوتوم اب ابروتش ان انا بايدنتيفاي كل الاورجنايزيشن اسيتس. يعني باجي بشوف كل الاسيتس اللي عندي في الاورجنايزيشن كل انواع الداتا ببدا اعمل ايفالويشن للاسيت دي ابدا اعمل لها كلاسيفيكيشن ايه الاهم فالاهم فالاهم ومن هنا بطلع بالهاي ريسك اسيتس اشوف بقى الحاجات المهمه اللي انا عايز ابروتكتها واركز عليها. التوب داون ابروتش وده بينفع في اللارج اورجنايزيشن ان انا بايدنتيفاي اصلا ايه الكريتيكال انفورميشن اللي عندي وايه الكريتيكال بروسيس. Once ان انا بايدنتيفاي الكريتيكال بروسيس ببدا اشوف ايه الاسيتس اللي هولدنج الانفورميشن دي وابدا اعمل سكوبينج للاسيتس دي. طيب ايه المشكلتين اللي بنوع دايما فيهم في السكوبينج اللي انا اخد اول انكلوزيف سكوب او فيري ليميتد سكوب. اول انكلوزيف سكوب يعني اقول لك ايه احط كل حاجه في السكوب بتاع سيكيورتي وده غلط جدا. ليه؟ لان بيزود الامبلمنتيشن بادجت والكومبلكسيتي بتاعه الامبلمنتيشن وبيؤدي لسلو فيري سلو امبلمنتيشن. تمام لو خدت فيري ليميتد سكوب ايه مشكلته؟ لو خدت سكوب صغير قوي وقلت هحمي السكوب ده بس والباقي لا. في الحقيقه بفتكر ان دي حاجه هتسهل لي في حين ان هي حاجه هتصعب عليا اكتر لاني بعامل اي حاجه بره السكوب ده كانها من الاوتسايد وورلد. يعني اي حاجه بره السكوب ده لازم اليميت الاكسس بتاعها على الانفورميشن ويزن سكوب. لازم يبقى السكوب ده معمول له بروتكشن بشكل كويس فبتعمل مور بروبلم على ما انا كنت فاكر. يعني فلازم من اندر دونت اوفر استيميت اور اندر استيميت السكوب ولازم ناخد الوقت الكافي علشان نايدنتيفاي السكوب بتاعنا. طيب لو انا في طريقه برضو الامبلمنتيشن سكوب اسمها الفيزد ابروتش ودي بتسهل جدا في الامبلمنتيشن سكوب. لو انا مثلا جيت عندي انا سيزو في مكان وانا بعمل سكوبينج في السكوبينج فيز لقيت عندي كريتيكال فولنربيليتي على سيستم هعمل ايه؟ هل هعمل باتشنج هبدا بالباتشنج بروسس ولا هكمل سكوبينج؟ باتش مانجمنت. مين بيقول باتش مانجمنت؟ مين بيقول سكوبينج اكمل سكوبينج؟ طيب لو عملت باتش مانجمنت كده السكوبينج بتاعي هغرق في الباتش مانجمنت وهنسى السكوب. الحقيقه لازم الاثنين يمشوا مع بعض بايتريتيف ابروتش. يعني ابدا بسمول سكوب وابدا اشتغل على السكوب ده واكبر السكوب ليتر اون. الايتريتيف ابروتش في تو تكنيكس. في الهوريزونتال ابروتش ان انا ايدنتيفاي كريتيكال سيستم اخد كل الكومبوننتس بتاعت السيستم يعني الاو اس النتورك الفيزيكال سيكيورتي البيبل فده هوريزونتال ابروتش للسيستم. في الفيرتيكال ابروتش ان انا باخد كل تايب لوحده يعني باخد الانفراستراكشر كلها مع بعض اعمل بروتكشن للانترنال نتورك كلها اعمل بروتكشن للاكسترنال نتورك كلها بروتكشن للفيزيكال سيكيورتي كله. طيب وانس ان انا عملت سكوبينج ببدا اعمل الجاب اناليسيس بتاعتي وابدا اكالكوليت الريسك من عدم وجود الكنترولز دي. طيب امتى الريسك بتاعي يعلى؟ امتى بقول ان انا الحته دي خطر لازم اركز عليها؟ في حاله من الاثنين اما الريسك ده بيأفكت هاي فاليو انفورميشن يعني يعني الهاي فاليو عندي ريسك بيمباكت سيستم السيستم ده عليه كريدت كارد انفورميشن عليه استراتيجيك بلان عليه بي اي اي داتا او في هاي ليفل اوف اكسبوجر يعني انا ببروتكت او الريسك ده جاي لي من اونلاين سيستم او سيستم بيكونكت على ثيرد بارتي. التو فاكتورز دول لو طلع لي فيهم ريسك لازم اهم حاجه اركز عليها. فلازم اعمل prioritization للplans based على الريسك ليفل وانا بابلاي الكنترول ابلاي ديفنس ان ديبس يعني ما اعملش كنترول على one layer اعمله على multiple layer
ويبقى في عندي timely implementation للجابس. ولو مش هقدر اعمل preventive control يا اما اعمل detective او responsive control. يعني حاجه مهمه برضو ان انا اعمل internal control testing. لازم يبقى عندي نوع من انواع السلف اسسمنت. اعمل انترنال سيلف اسسمنت, اي يوز اوتوميت تول, اعمل كونسبت الريد تيم فيرسس بلو تيم بحيث انشور السكيورتي بوستر بتاعتي كويسه. استعين باكسترنال تيستينج زي البن تيست, زي اكسترنال او انترنال نتورك بن تيست, وابدا اخد الاوتبوت ده انهانس بيه الكنترول فريم ورك بتاع الاورجنايزيشن بتاعتي. اخر حاجه اقولها ان زي ما قلنا ان السكيورتي از نوت حاجه مينت تو بي امبلمنتد وانس, اتس ان اون جوينج بروسس. فلازم بعد ما عملت كده يبقى عندي اربعه بيلر كومبوننت, يبقى عندي كونتينوس اسسمنت, كونتينوس كنترول تيستينج, كونتينوس مونيتورنج للكنترولز دي, وكونتينوس ريميديشن. فزي ما قلنا ان اتس نوت اباوت كومبلاينس, سكيورتي از نوت اباوت كومبلاينس, اتس مانجينج ادفانسد سكيورتي بروجرام. Conclusion, compliant does not mean secure. مش معنى ان انا compliant معناها ان انا secure. Management لازم تسبورت السكيورتي بروجرام بتاعي وتدي priority في الاورجنايزيشن. ما يقولكش انا بهاير انفورميشن سكيورتي مانجر عشان ابقى compliant بس, لا, عشان ابقى secure. لازم يبقى عندي complete management system. و السكيورتي is not about technical solution acquisition only. سوري الاطاله, وميرسي جدا لوقتكم.